تابع مع حضراتكم، ايه اخر الجهود الدبلوماسيه للتوصل لحلول سريعه لوقف العدوان على غزه؟ معانا على التليفون الدكتور احمد سيد احمد، خبير العلاقات الدوليه بمركز الاهرام للدراسات السياسيه والاستراتيجيه. صباح الخير يا فندم، اهلا بحضرتك. اهلا بيك استاذ اسماء، وصباح الخير لكل مشاهدينك الكرام. اهلا بحضرتك، وخلينا نتعرف مع حضرتك على اخر الجهود الدبلوماسيه للوصول لحلول سريعه لوقف القصف 24 ساعه على اهالينا في غزه. يعني في الواقع وبكل صراحة الجهود الدبلوماسية الوحيدة التي تبذل الآن لوقف هذا التصعيد وتخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة هي الجهود المصرية حقيقة التي برزت في قمة القاهرة للسلام يوم السبت الماضي، والتي عكست حقيقة البعد القيمي والإنساني في السياسة الخارجية المصرية أمام هذه المشاهد المروعة وأمام هذه الوخزة في الضمير البشري في ظل صمت وانحياز غربي كامل للجانب الاسرائيلي واعطائه الضوء الاخضر لكي يفعل ما يشاء من كل ما يعني من سياسات وجرائم لم تشهد حتى في الحروب الكبرى في الحرب العالميه، عندما يتم قصف البيوت على ساكنيها، عندما يتم منع الكهرباء والغذاء والدواء والمياه النظيفه وغيرها، يعني ابسط مقومات الحياه، ومع ذلك في ظل هذا التواطؤ والازدواجيه الغربيه في التعامل مع ما يحدث الان في غزه بنجد ان مصر حقيقه رغم كل هذه التحديات تبذل الجهود على ثلاث مسارات اساسيه. المسار الاول وهو المسار الانساني حقيقه وهو مسار مهم في ظل تفاقم الازمه الانسانيه في قطاع غزه والكارثه الانسانيه التي يعني تقول ان غزه مقدمه فعلا على كارثه انسانيه في ظل سياسه العقاب الجماعي الاسرائيليه تجاه الشعب الفلسطيني. هنا مصر تسعى الى تخفيف المعاناه من خلال ادخال المساعدات الى قطاع غزه، وراينا يوم السبت الماضي مع التحالف قمه القاهره دخلت مجموعه من الشاحنات 20 شاحنه ثم امس 17 شاحنه، ودخلت شاحنات وقود في حرص مصر حقيقه على ان التخفيف عن اهل غزه وعن ما يواجهونه من ماساه انسانيه ومتطلبات. وهذا المسار حقيقه بدات مصر تتحرك على الصعيد الاقليمي الصعيد الدولي في حشد الدعم الدولي حقيقة للضغط على كيان الاحتلال للسماح بمرور هذه المساعدات وعدم وضع العقوبات التي وضعها في خلال الأسبوعين الماضيين من شروط كثيرة وقصف المعبر والكيان الفلسطيني، وبالتالي هو مسار مهم. على المسار الثاني هو مسار التهدئة والتطعيم. أيوه. أيضا تتحرك مصر على بالتنسيق مع الدول العربية، وكانت رسالة القاهرة وكانت واضحة في أن ما تقوم به إسرائيل من تصعيد ومن دعم غربي وضوء أخضر وصلاحيات مطلقة سيقود المنطقة للهوية وستتسع إلى فتح حرب إقليمية سيدفع ثمنها الجميع وتقود الأمن والاستقرار في المنطقة. وبالتالي تسعى مصر من خلال القوى المهمة البارزة حتى في النظام الدولي، هناك دخلت روسيا على الخط، الصين، هناك دول أوروبية بدأ صوت يعني العطف إلى حد ما، لكن ما زال إشكالية فيما يتعلق بهذا الانحياز الغربي والدعم وازدواجية المعايير التي لا تخفى على أحد عما تكون بإسرائيل أيضا. وهذا بيقودنا للمسار السياسي وهو المسار السياسي المتعلق به أن مصر وضعت خريطة الطريق في قمة القاهرة، وضعت يدها على الداء وقدمت الدواء، أما الداء وهو المرض الحقيقي هو استمرار الاحتلال وغياب أفق التسوية السياسية من خلال الحل، وهو لابد أن يكون هناك بيئة تعاونية ليست بيئة صراعية، بيئة تعاونية وبيئة استقرارية وسلام دائم من خلال إقامة دولة فلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية. ما حدث من انفجار هو نتاج عرض لهذا المرض، وبالتالي أن الجانب الإسرائيلي وهذا التصعيد وهذا القتل الجماعي وسياسة العقاب الجماعية وهذا الانحياز الغربي بل والدعم والرعاية الغربية سواء العسكرية أو السياسية أو حتى القانونية في مجلس الأمن الدولي كلها بتشجع إسرائيل على المضي قدما وتقود المنطقة إلى الهوية. ومن هنا كانت مصر تمثل صوت الاعتدال والحكمة والاحتواء، أن هذا الاندفاع سيقود المنطقة لعواقب ضخيمة وبالتالي لابد من معالجة جذرية. ما حدث من انفجار هو نتاج لهذا هذا المرض، لابد من ازاله مسببات الصراع. مسببات ببساطه نهايه الاحتلال، اقامه سلام عادل وفق المرجعات الدوليه والقانون الدولي وقرارات الشرعيه الدوليه، وبالتالي في هذا الاطار بدا هذا التيار حقيقه وشكلت قمه القاهره احد الرسائل المهمه في هذا الاتجاه، منطلقا مهما للبناء عليها في ظل الان هناك دول اخرى ايضا تنضم. الصين قدمت مبادره لحل الدولتين، ايضا روسيا قدمت مشروعات
قوانين في مجلس الامن الصحيح تتعلق بالبعد الانساني واجراءات امريكا، لكن على الاقل مع تزايد الجرائم وبدا العالم يستفيق حقيقه. طب معلش بس بالكلام عن الجرائم، كيفيه التحرك على ارض الواقع لتوثيق هذه الجرائم ومحاسبه المجرمين وتصعيدها لمحكمه الهيئه الدوليه علشان يحدث ان نشوف ان دي توثق فعلا كجرائم حرب ونشوف المسؤولين عنها بيحاسبوا. يعني ما يحدث على في غزه الان هو جرائم حرب يعني متكامله الاركان، يعني وفقا للقانون الدولي الانساني اتفاقيه جنيف الاربعه والبروتوكول الرابعه تحديدا في عام 77 وبروتوكولاتها الاضافيه 77 بتنص مباشره على التجريم وحظر استهداف المدنيين او المنشات المدنيه، بل تدعو تنص على حمايه المدنيين وقت الحروب، حتى وان افترضنا ان اسرائيل اعلنت الحرب في هذه غزه هي لم تلتزم بالحد الادنى من قواعد القانون الدولي الانساني، استهدفت المنشات المدارس المستشفيات، يعني امس تم قصف مستشفى يعني قصف مستشفى الاهلي المعمداني وقتل واستشهد 500 يعني شهيد. امس لسه كنا معانا خبر النهارده كان في منزلين ومسجد وكان وقبلها كان في كنائس يعني والمدارس، يعني كل حاجه الحقيقه بيتم قصفها بالمدنيين بشكل مباشر. امس تم توجيه انذار لاخلاء مستشفى الشفاء واكبر مجمع والقدس بالتاكيد ومستشفى القدس، ما هذا يعني كيف سيتم اخلاء في ساعه مستشفى به امراض الاشخاص وامراض مزمنه تحت الاضطراب الصناعي؟ يعني حتى لم يحدث في الحروب العالميه حتى في ابشع الجرائم البربريه لم يحدث هذا الامر، والمفارقه والمحزن والمؤسف انه يتم بدعم غربي برعايه غربيه بصمت غربي كامل، وما زال الغرب يتبنى الروايات للاسف 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 للاسف. كل الشكر طبعا دكتور احمد سيد احمد خبير العلاقات الدوليه بمركز الاهرام للدراسات السياسيه والاستراتيجيه، وبالتاكيد للاسف احنا في عالم يعني الازدواجيه المعايير، عالم اصم واعمى عما يحدث من جرائم ضد الإنسانية تحدث يوميا على الهواء مباشرة.